انا لابسها طول النهار. جرايه يا دعاء، مش هتقومي ماما تلبسي عشان نلحق نروح الصاله؟ ما انا جاهزه. جاهزه؟ جاهزه يعني ايه يعني؟ هتروح الصاله كده هون؟ ايوه انا هروح كده الصاله، علشان انا النهارده هقول لعزام بيه ان انا هسيب الشغل. ايه؟ هتسيب الشغل ليه؟ حصل ايه؟ زين هددك؟ قالك حاجه؟ لا، زين هيتجوزني يا دنيا. ايه؟ هيتجوزك؟ لا انا مش مصدقة. مبروك مبروك يا دعاء، الف 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 مبروك. يا اختي عليكي، يا اختي عليكي. ايه ده يا اختي؟ مش مصدقة وكتاب اللي ما مصدقة. عقبالك يا دنيا، عقبال ما حربي يا رب هو كمان يتهفف عقله كده ويتجوزك ويخلصك من القرف اللي انت فيه ده. حربي حربي ايه بس يا دعاء؟ حربي يا اختي مش بتاع جواز ولا عمره اصلا هيفكر فيه، ولو فكر فيه كمان يا دعاء مش هيبقى انا يا اختي. وليه يا اختي ما تبقاش انت؟ هو يعني على راس ريشه ولا على راسه ريشه؟ الغلط مش فيه هو يا دعاء، الغلط فيا انا. بقولك يا بت، رب الكبير وستار، وان شاء الله رب نكتب لك اللي فيه الخير. يكتب لنا كلنا اللي فيه الخير. هي العيال دي هتفضل لطعنة كتير كده ولا ايه؟ ايه يا عنتر؟ انت مش اتصلت بالعيال دي ولا ايه؟ اتصلت بحربي، قال لي ان زين في مشوار، اول ما يرجع هجيبه يجي. طبعا ما هو الغربال الجديد له شده، والله وضت لهم في القفص ولاد الايه، وجا عليا اليوم اللي اقف مع الحسالة دي واحط ايدي في ايدهم. يبقى اغسل يدك بعد ما تحط يدك في يدهم. انت بتهزر يا عنتر؟ انا مش فاهم بس انت ازاي مستعملهم؟ اوامر باشا الكبير، وانت عارف اوامر باشا الكبير. يا جماعة كل عقدة وليها حل. إلا العقدة دي يا عدل بيه ملهاش حل. بس هنعمل إيه؟ دلوقتي ما علينا غير السمع والطاعة. شوف يا عزام، أنا مش ناوي أدخل في مشاكل مع الباشا الكبير. أظن اللي شفناه لرشوان واللي بيحصل له يخلينا ننفذ الأوامر وما نسكات. واضح يا عنتر إنك مش ناوي تتدخل في حاجة، وفعلاً ناوي تمشي جنب الحيط. وهتفضل ماشي جنب الحيط كده لحد العيال دي ما هتولعها نار. بس انا بقولك النار دي هتيجي عليك انت والعيال الجرابيع دول. العيال دول بقى بيشتغلوا معانا، لازم تفهم كده. صح صح يا عنتر، لازم افهم كده، وفعلا هتعامل وياهم ولاد ال... ازيك يا حربي؟ ازيك عنتر بيه؟ ازيك يا زين؟ عنتر باشا؟ ادخل اتفضلوا. بنضحك انت ماسي، ليلتنا قشطه ان شاء الله. ده الحبايب كلهم متجمعين اهو. ما تبطل بقى يا سي زين، الله، مش لازم يعني تبقى حلانجي قوي كده عشان توصل. ما انت وصلت وخلاص، بلاش الحركات دي بقى معانا. طب لازمتها ايه طب الدخله الناشفه دي؟ حد فينا قال لك حاجه غلط؟ سيبكوا بقى من الكلام ده وخلونا في المهم. استلمت المسابك؟ حصل يا باشا. ايه الاخبار؟ 100 100 100 100 يا باشا والله. المسابك شغاله تمام والاشياء اخر معدل الحمد لله. تقولوا ايه؟ يعني مفيش اي مشاكل صدفتكم؟ خالص يا باشا والله. لو في حاجه كنت اقول لك. كله ماشي ساعه، تقولش يعني ساعه سويسرا يا عمنا. ازاي؟ انا عارف ان المسابك فيها مشاكل كتير وخط الانتاج متعطل وشبه متوقف. اشاعات اشاعات يا باشا، البلد دي بقت مليانه اشاعات وكلها ناس حقوده. خلاص خلاص، خلينا نتكلم في الشغل اللي احنا جايين نتكلم فيه. معاك حق، نتكلم في الشغل. خير يا باشا. دلوقتي في شحنه جديده هتوصل من اسكندريه التجاري بكره، هتيجي على مركب تركي. مطلوب منكم ان انتوا تروحوا هناك وتستلموا الشحنه دي وتجيبوها وتخزنوها في مخازن عنتر بيه. الباشا بيأكد ان العمليه دي لازم تتم بسهوله ويسر من غير اي مشاكل، مفهوم؟ والكلام ده يحصل امتى يا باشا؟ بكره. ايه؟ بكره؟ بكره هتروح اسكندريه، هتقعدوا على قهوه القهوه التجاريه، وهناك هتقابلوا واحد اسمه سلومه، هو يفهمكم على كل حاجه.
وده نعرفه ازاي يا باشا ولا مؤاخذة؟ والله اللي يسأل ما يتوهش. وسلومة ده هو اللي هيدينا البضاعة؟ لا، هو اللي هيدلكم على المكان اللي فيه البضاعة. انتم بقى تخشوا منطقة الجمرك، تخشوا على الكونتينر، تفتحوه، تاخدوا البضاعة وتمشوا، لا من شاف ولا من دري. بس دي حاجة تخضها يا باشا ولا مؤاخذة يعني؟ معلش يا حبيبي، ساعتها نبقى نجيب لك طاسة الخطة. هو أنت يا باشا فاكرنا إيه؟ نسمة؟ هنخش منطقة الجمارك ناخد الحاجة ونخرج من غير ما حد يضرب بينا؟ ليه؟ داخلين وكالة من غير بواب ولا لابسين طاقية الإخفة؟ يا خزين الله، ما أنت كنت عامل فيها جامد قوي وقلبك حديد وشجاع السيمة، إيه؟ هتجيب ورا ولا إيه يا خزين؟ والنبي تنقطنا بسكتك أنت، مش ناقصينك، اسكت. ما تقلقش يا زين. عموماً إحنا مأمنين العملية دي كويس قوي. رجالتنا موجودة في كل حتة، في مباحث المخدرات وفي المينا وفي الجمارك. المهم إن العملية دي تتم من غير أي مشاكل. خد يا حربي، ده مفتاح الكونتينر رقمه 3225. خش مفتاح الكونتينر هتلاقوا صندوقين عليهم علامة إكس. تاخدوا الحاجة اللي فيه وبعدين تمشوا من غير ما حد يحس بيكم. أفتكر يعني مفيش أسهل من كده. ده إيه رأيك بالكلام اللي اتقال يا حرب؟ ماله؟ مستريح له؟ مش مهم إذا كنت مستريح له ولا مش مستريح له، مهم إن دي أوامر الباشا الكبير ولازم تتنفذ. أيوة بس دي مخدرات يا عم حربي، على آخر الزمن هنشتغل في تعريب المخدرات؟ دي مجرد مرحلة زين، سلمة ولازم نطلعها. يا عم بقى بلا سلمة بلا نيلة. الله، أنا مش مستريح للحكاية دي، وبعدين حبكت يعني بكرة. وإيه المشكلة في كده؟ كنت هقابل دعاء بكره يا حرب. خلاص يا زين، ما انت كنت معايا النهارده، وبعدين اتصل بيها واجل الميعاد من بكره لبعد بكره، ما فرقتش كتير يعني؟ لا فرقت يا اخويا، فرقت كتير قوي. اشمعنى؟ المفروض ان دعاء هتسيب الشغل في الصاله النهارده، وانا كنت بكره اروح اخدها ارجعها المنطقه، وكنت ناوي افتح ابوها في موضوع جوازنا. انت حقيقي ناوي تتجوز دعاء يا زين؟ طبعا يا اخي، كنت عارف ان ده حلم حياتي من زمان قوي يا حرب. بتحبها؟ جدا. وهي اول ما فتحتها في الموضوع ده كانت هتطير من الفرح. ربنا يهنيكم ببعض. عقبالك يا صاحبي. واحنا رايحين فين دلوقتي؟ ابدا، نعدي على ابو صلاح كده نظبط معاه الامور ونشوف هنعمل ايه بكره ان شاء الله. عزام بيه؟ في يا برا؟ البنت دعاء بتسأل عليك وعايزة تقابلك. وده عايزة ايه دور اخرى؟ معرفش، بس الليلة دي مش راضية تطلع المسرح. نعم؟ يعني ايه مش راضية تطلع المسرح؟ هي سويعة؟ روح عند اهلي بسرعة. دعاء، عزام بيه وصل مستنيكي في المكتب. ست دعاء، ما نزلتيش الصلاة ليه؟ أصل ساعتك أنا جاي النهاردة عشان أقابل حضرتك، يعني مش عشان أنزل أشتغل. وعايزة تقابلي حضرتي ليه؟ أصل ساعتك يعني أنا كنت قررت يعني إن أنا مش هينفع أكمل في الشغل تاني يعني. نعم يا أختي، سيب الشغل. هو اللي عايز يسيب الشغل يسيبه بمزاجه كده ليه؟ سايبة؟ لا سعادتك مش سايبه ولا حاجه، وما انا جايه هو لحضرتك دلوقتي عشان اقول لك، عشان حضرتك تلحق تتصرف يعني. اتصرف؟ اتصرف في ايه يا اختي؟ هو الشغل على مزاجك هنا ولا ايه؟ ما تتكلمي وتنطعي. اصل حضرتك انا حصل عندي ظروف هتمنعني من ان انا اشتغل يعني. ظروف ايه؟ ما تنطعي.
اصل عقبال عندي حضرتك كده هتجوز. نعم يا اختي تتجوزي؟ ما تتجوزي ولا تتنقلي بستين نيله. ايه دخل جوازك بشغلك في الصاله؟ ما هو حضرتك زين طلب مني ان انا ابطل شغل بعد جوازي، فانا مش هينفع اكمل عشان كده، عشان هو طلب كده. زين، هو انت هتتجوزي زين؟ طب مش كنت تقولي كده من الاول يا شيخه؟ الله، ازاي؟ اصل انت ما تعرفيش معزه زين عندي دي قد ايه؟ يعني هو حضرتك مش زعلان؟ زعلان؟ طبعا زعلان. زعلان اولا انك هتسيبينا، وزعلان اكتر انك خبيت السر ده عليا مده طويله، خاصه ان احنا متفقين من الاول ان احنا عيله واحده ومفيش بيننا اسرار. انما طبعا طبعا انا فرحان، فرحان ليكي وفرحان اكتر لزين. اصل زين ده له معزه عندي كبيره قوي، ما تعرفيش غلاوه زين عندي دي قد ايه. يا عزام بيه، والنعمة زي ما تكون شلت طوبة كده من على قلبي. ده انا مبسوطة قوي والنبي ان حضرتك ما زعلتش. ازعل؟ ده انت زي بنت دعاء، وافرح لفرحك. بس انا ليا طلب عندك. امرني يا باشا امرني. عايزك بكرة تيجي هنا عادي خالص. اشمعنى يعني؟ اشمعنى ايه؟ عشان اديكي بقية حسابك ومكافأة نهاية الخدمة، وكمان اكون لحقت يعني كده جهزت لكم هدية كويسة بمناسبة جوازك انت وزين. ربنا يخليك ليا، والله مالين زوم والنعمة، ربنا يخليك. يا دعاء، معقول هتكسفيني؟ ده النبي قبل الهدية، انت مش هتقبلي هديتي؟ عشان خاطر عيونك انت بس. خلاص، يبقى انا بكرة بإذن الله أعدي على حضرتك في المكتبة. ماشي، روحي انت دلوقتي يا حبيبتي، وبكرة ان شاء الله اشوفك. ماشي، على إذنك يا باشا. اتفضلي. ورا ايه؟ قوم يا باشا. تعالى وقف الباب. خير يا سعادة الباشا؟ دعاء حسبنا هتتجوز. عارف هتتجوز مين يا برعي؟ هتتجوز زين. زين؟ علشان كده عايزين نحضر لهم هدية جواز معتبرة على مزاجي، واللي حاوله لك عايزك تنفذه بالحرف الواحد.